السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حلقة جديدة من برنامج الحرب والسلام في الإسلام. نلتقي هذه المرة لندير حوارا حول آية من آيات القرآن الكريم. اسمحوا لي أن أدير حوارا مع حضراتكم حول بعض الآيات التي قد يفهمها بعض الناس فهما خاطئا ويسوغون لأنفسهم بعض الجرائم بحجة هذا الفهم الموجود من آيات القرآن الكريم. بعض الناس يقرأ قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يحتجون بأنه بعض الأماكن فيها استضعاف واضطهاد لبعض الناس، وبالتالي فهذا مسوغ لاستباحة دماء العالم ومواجهة العالم كله بهذه الحجة. هذا طبعا فيه خلط شديد بين من يعتدي ومن لا يعتدي، هذا فيه تقصير شديد في معرفة الشروط، ونحن ننبه دائما أن هذا الأمر مقترن بشروطه التي من أهمها أن يكون تحت كيان الدولة التي هي التي تعلن الحرب وتعلن الجهاد، وهذا أمر تنظيمي مراعى في الشرع كما نبهنا عليه أكثر من مرة. لكن هذه الآية أيضا تلفت نظرنا إلى أمر آخر، بجانب نصرة المستضعفين وإغاثة الملهوفين، وهذا مقرر شرعا ثابت شرعا، لكن أيضا تلفت نظرنا إلى حب الوطن والالتفاف حول الوطن وقيمة الاستشعار الأمن وأنت في وطنك. هذه الآية تأتي بعد آيات تتكلم عن الوطن وتقول لنا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن الكلام عن حب الوطن وعن قيمة الشعور بالاستقرار والأمان في الوطن، إذن الكلام فيه تدعيم لقضية الوطن والالتفاف حول دعم حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال داخل الوطن. الأمر على خلاف ما يفهمه المتطرفون الذين يستبيحون الأنفس ويستبيحون الأعراض ويستبيحون الدماء حتى في الأمر الواحد كما نشاهده جميعا. الآية فيها لفت نظر لحب الوطن، والآية ليست كما يظنه هؤلاء ويتوهمه عندما يفهمون ذلك من سياق الآيات. هذا فهم خاطئ تجاه آية شريفة من آيات القرآن الكريم، أردنا أن نوجه الأنظار إلى أن الفهم على غير ما يفهمه هؤلاء. وشكرا لحضراتكم، نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج الحرب والسلام في الإسلام، فانتظرونا.